مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم ملفات. هذا الحلقة سنفتح فيها ملف الإسكان والتعمير، حيث جاء قرار إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي كانت قد صدرت في مارس من عام 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. جاء استجابة لتوجيهات القيادة السياسية لتمثل خطوة إيجابية ومحورية في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، بالإضافة إلى التيسير عليها. لقراءة أكثر عمقا في هذا الملف وأبرز ما يتضمنه من تسهيلات وتيسيرات على المواطنين خلال المرحلة المقبلة، يسعدنا أن نستضيف معنا اليوم داخل الأستوديو الأستاذ الدكتور المهندس إسماعيل نصر الدين، استشاري الإسكان والمشروعات القومية. أهلا بحضرتك. أهلا بك. أهلا وسهلا. دعنا نخرج إلى تقرير الحلقة ثم نبدأ بعدها هذا الحوار. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واستكمالا للجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء على مستوى الجمهورية، جاء قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأخير بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، قرار وصفه المراقبون بأنه انعكاس لرؤية الدولة في الاستجابة لاحتياجات المواطنين من جانب، وتهيئة مناخ أفضل للبناء والتشييد من جانب آخر، كما يعد بداية انفراجة في أعمال البناء في مصر، ويمثل خطوة إيجابية ومحورية في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة بمختلف المحافظات، وتخفيفا للأعباء على المواطنين، خاصة وأن الاشتراطات الصادرة في مارس 2021 كانت تعسفية ووضعت قيودا صارمة على البناء في المناطق المختلفة، وكانت سببا رئيسيا في إبطاء حركة البناء وعرقلة العديد من المشروعات السكنية التي يحتاجها المواطنون، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف البناء، مشيرين أن العودة للقانون القديم سيوفر مرونة أكبر ويساعد في تيسير إجراءات التصالح والبناء، وهو ما سيمكن الأفراد من البناء أو تحسين مساكنهم دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة أو دفع مبالغ إضافية لاستخراج تلك التراخيص، وهذا الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على حياة المواطنين ويعزز من استقرار أسرهم، كما سيتمكن المستثمرون من استئناف مشروعاتهم دون عوائق، ما سيساهم في توفير المزيد من الوحدات السكنية في السوق العقاري خلال المرحلة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة للسكن، كما سيزيد النشاط الاستثماري في مجال العقارات بشكل عام، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على القطاعات المرتبطة به مثل مواد البناء والخدمات الهندسية وغيرها، وهو ما سيسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وسيخلق المزيد من فرص العمل، كما سيساعد في تحسين مستويات المعيشة للمواطنين كافة على مستوى الجمهورية. تابعنا مع مشاهدينا الكرام هذا التقرير. نرحب مرة أخرى بالدكتور المهندس إسماعيل نصر الدين، استشاري الإسكان والمشروعات القومية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا. في البداية خليني أخذ منك نظرة عامة على واقع العمران في مصر، ما بين الثروة وما بين الاشتراطات وما بين الوضع الحالي والوضع المأمول وما يمكن التوفيق ما بين الوضع الحالي والمأمول. هو طبعا بلا شك مصر بتشهد نهضة عمرانية وحركة مشروعات قومية كبيرة لبناء مدن جديدة، نعم، ولعمل محاور وطرق طولية وعرضية بطول وعرض مصر. المطلوب هو ان احنا لازم نتواكب مع احتياجات المواطنين من السكن، لان السكن ده بيعتبر شيء اساسي في حياة الناس، ولكن مفهوم السكن فقط اصبح مفهوم قديم. دلوقتي احنا بنعمل مجتمعات عمرانية، نعم، اي تشمل على السكن وتشمل على الخدمات الثقافية والصحية والتعليمية والشبابية. فالجزء ده الدولة قايمة فيه بمشروعات ضخمة، وتم بناء اكتر من 23 مدينة جديدة. الإسكان في مصر بينقسم إلى جزئين مهمين: مناطق الدولة
بتقوم بتخطيطها وتجهيزها، ودي بتخضع لكل قواعد التخطيط العمراني المعمول بها في العالم وعلى احدث ما وصل. يعني في مدن عندنا بنسميها مدن الجيل الرابع، نعم، وبدانا نعمل مدن الجيل الخامس، وهي التي تشتمل على كل معطيات واحتياجات المجتمع العمراني. وانا مصر على كلمه عمراني وليس سكني. كان زمان مشكله مصر ان كل المشروعات بتعتمد على كلمة اللي هي إسكان. إسكان، لا أنا مش عايز إسكان وبس، أنا عايز الإسكان يشمل كل ما يحتاجه من حاجات حضارية وخدمية تنمية مستدامة زي ما احنا بيطلق عليها، وتجعله يعيش مع العصر. نعم. النهاردة عصر التكنولوجيا، عصر الاتصالات، يبقى لابد أن يكون كل هذه المدن الجديدة فيها كل هذه الأمور، ويجب أن تكون مستدامة من الحفاظ على مقدراتها، الحفاظ على الثروة العقارية. الثروة العقارية ده بتمثل أكبر جزء من أصول الدولة، لأن الثروة العقارية دي حاجة ضخمة وحاجة لابد من سواء. لذلك أنا في رأيي يعني أن موضوع الصيانة ده لازم يتعمل له باب مخصوص يخدمنا في ثلاث حاجات. الحاجة الأولى أن ما هو قائم من مباني سواء قديمة أو متوسطة لابد أن يتم وضع نظام عشان أحافظ على هذه الثروة وأحافظ على عمرها الافتراضي اللي هو طبقا للمعدلات هذه. نفس الوقت لازم أعمل مواكبة وتطوير للقائم عشان يقدر يبقى قريب مما أقوم به في مدن حديثة، عشان يبقى المستوى العام في كل مصر متقارب من بعض. عشان كده القصة بتاعت الغاء الشروط اعتقد ده حقيقة. طيب انا خلينا احنا دخلنا على طبعا الاشتراطات بتاعت 2021 بسبب ان في كان عندنا مناطق عشوائية كتير، في ارتفاعات، في بناء على الاراضي الزراعية، في جور على اراضي الدولة، في بناء عشوائي حتى في المدن، وتحولت اغلب المدن الى مناطق فيها عشوائية في البناء. اتصدرت القرارات، ايه الفرق بين قرارات 2021 والعودة للائحة التنفيذية او قانون البناء رقم 119 لسنة 2008؟ شوف فوق لسعادتك، اولا القانون 119 لسنة 2008 ده كان قانون يعني اعتقد انه من انسب القوانين، ولكن كان تنقصه بعض التنقيحات او التفصيلات اللي تسهل المأمورية شوية. القرار بتاع القيادة السياسية الرئيس السيسي انه لازم نيسر على الناس الحصول على التراخيص، والمبدأ العام دايما وفي كل دول العالم المفروض الطريق الى الحصول على الرخصة او ان انا اعمل اي شيء بترخيص يكون اسهل طريق. وكانت سبب العشوائيات عشان ما يبقاش القديمة في طرق ملتوية في مصر سببها اساسا مجموعة القوانين الغير صالحة للوقت اللي حصل فيه الاشغالات والبناء بدون ترخيص، لان بحط عراقيل في الرخصة تخلي الرجل اللي عايز يعمل ترخيص يقول لا انا اروح ابني وبعدين يبقى يتعمل الغرار. يعني للاسف كان المفهوم او خلى ده زي مفهوم سلبي. قانون 119 نظم العملية. احنا عندنا في مصر تنقسم الى حاجتين، يا اما مجتمعات عمرانية جديدة ودي اللي منشأ لها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هذه الهيئة بتعمل التخطيط للمدن والتجمعات العمرانية الجديدة. عندنا طبعا مناطق كثيره بهذا الوقت زي القاهره الجديده وزي العاصمه الاداريه وزي قبلها اكتوبر، دي بيبقى طالعه لها مخطط استراتيجي ومخطط معماري ومخطط كامل بكل القواعد التي يقام عليها المباني في هذه المناطق. وعندنا الجزء الاخر هي المدن المصريه اللي موجوده في عواصم وفي المحافظات من قرى ومراكز ومدن. هذه المناطق ملكية، معظمها ملكية خاصة. المجتمعات العمرانية بتقام على أرض ملك الدولة، أما الملكية الخاصة فبنسمح بها في البناء. القانون 119 نظم هذه العملية وقال إن اللي بيتبني أو ما يتم بناؤه في المناطق التي مجتمعات عمرانية أو لها شروط بنائية
شروط بنائية وتخطيطية خاصة تحترم ولا يمكن التعدى عليه. نعم. والمخالف ليها بيعرض نفسه طبعا للقانون وللغرامات وفي بعض الأحيان للإزالات. طيب القانون 119 جه بقى حدد شوية الطريقة التي يمكن يلجأ ليها المواطن عشان يقدم الترخيص. كان زمان بيتقدم مطلوب حوالي 15 أو 18 مطلب عشان أقدم على الترخيص. ده أقدم. عشان أقدم بس. غير بقى الدراسة والجهة. خد بقى اتعدل الكلام ده وأصبح حوالي 8 أمور وكلها أمور أساسية. يعني أنا مثلا اتعمل حاجة كويسة جدا عشان قعدنا فترة في مصر نلاحظ مشكلة إن الراجل الواحد ياخد حتة أرض ويبني عليها وهي أصلا غير صالحة للبناء أو خارج الحيز أو يعني لا ينطبق عليها شروط البناء. اتعمل حاجة اسمها بنعمل حاجة زي استعلام بنروح للإدارة الهندسية أو الجهة المنوط بيها تقبل طلبات وأقول لها اديني بيان حالة. بيان حالة يعني إيه؟ يقول لي الأرض دي حتى فعلا الأرض دي كام مساحتها. دي من ضمن الحاجات اللي جت في قانون 119 2008. ساعد ايضا على ان احنا نحدد ان التعدي على الاراضي الزراعيه دي كانت مشكله بتواجه مصر لانها مشكله كبيره ولا يجوز لنا ان احنا يعني نتجاوز الا في حالات. مثلا قانون نظم العمليه دي وقال ان وزاره الزراعه وده اللي جه بقى في قانون التصالح كمان بعد كده عشان ما هو حصلت مخالفات فكان صحيح. لابد من ان انا ابص لهذه المخالفات بين زاويتين. اما ان اخد قرار اسمه قرار ازيل لمجرد انه حاجه خطا او اتعامل مع الخطا على قدر مردوده على التخطيط العمراني او على خطوط التنظيم او على الكثافات المروريه او او او. فانا في رايي ان الرجوع الى قانون 119 لسنه 2008 شيء عظيم ويدل على ان احنا لا ننظر الى الحاجات الجامده. انا بتعامل القانون اللي بيحطه بشر احنا طبعا ممكن جدا اثناء تنفيذ القانون بتظهر حاجات كثيره جدا لابد من ان احنا نعدلها عشان كده والرجوع الى الحق فضيله. اتضح ان تطبيق القانون 119 لسنة 2008 هو الأفضل لحركة العمران والأفضل لتقليل المدد الزمنية لعمل الترخيص. بالعكس بقى ده حط مدد محددة ليتم دراسة التراخيص. أما جت التعديلات اللي اتلغت دي ليه اتلغت؟ أولا من ضمنها كان لابد أن ملف الرخصة يروح لأحد كليات الهندسة لمراجعته. الكلام ده كان عمليا صعب. مش منطقي طبعا ولسبب واحد الإدارة الهندسية وفي جهات مركز المعلومات اللي في كل حي بيستقبل الطلب وفي مهندسين قائمين بيعملوا وطبعا انت الكليات الهندسية كليات بتعتمد يعني دورها الأساسي التعليم صحيح. والتدريس. فإلغاء الشرط ده هيقلل المدة اللي كانت بتاخدها الرخصة عشان تطلع مثلا في خلال 6 أشهر ولا 4 أشهر إلى مدة تكاد تكون تصل إلى شهر أو شهرين. وفي لائحة تنفيذية بتتعدل أهي على أساس يبقى يدي مدة للترخيص. لو ما طلعش يبقى المواطن خلاص عمل اللي عليه. الجهة الإدارية بقى تبقى هي المسؤولة عن هذا التأخير. طيب أهمية العودة إلى 119 في حالة البناء في الوضع الحالي اللي احنا فيه ماذا حدث واحنا بنستهدف ايه الوقت؟ يعني هقول حاجة. اولا انت احنا نعلم ان البناء بيمثل صناعة. هذه الصناعة بتشغل 34 مهنة وتعتبر عصب نمو الاقتصاد سواء على مستوى الدولة أو على مستوى المحليات. نعم. لأن أنا لما بعمل بيت أنا
بستخدم مواد بناء اسمنت وحديد وزلط ورمل ودهانات المقاولات بتشغل وراها 99 صناعه. انا عايز اقول حاجه افكر الناس بيها. السيد الرئيس لما بيتكلم لما جينا فكروا يعملوا العاصمه الاداريه الكبيره هذا المشروع الضخم والتفكير بانشاء مدن جديده حضريه، دمياط الجديده، المنصوره الجديده، المنيا الجديده، يعني على مستوى مصر سواء في وجه بحر او ابن، كان الغرض وقتها كان في مشكله كبيره، ما اعرفش الناس بتنسى، كان في مشكله ان العاملين في هذا المجال اللي جم من ليبيا واللي رجع من العراق واللي رجع من بعض الدول كان عددهم بيصل الى ملايين، وكان لابد ان انا افتح مجال اشغل هذه، يعني ضمن الفوائد اللي ناس كثيره ناسياها ان العاصمه الاداريه شغلت ايادي عامله اكثر من مئات الالوف من المصريين. عشان كده بنقول انا لما احط قانون بيعرقل حركه البناء سواء على مستوى المدن الجديده المخططه او على مستوى المدن في المحافظات، ما انا بضر بالاقتصاد المصري وبضر ايضا بان انا عايز اساعد فئات معينه ان هي تنمو وتتواكب مع نمو الحياه. انا النهارده لما عرقل انشاء رخصه ما انا بعطل مجموعه، يعني لو عملنا لو الرخص والنظام بتاع الرخص كان معتدل وبيؤدي الى ان الناس تقبل على عمل هذه المشروعات انا بساعد الدوله. ما هو انا كدوله عندي طاقه معينه وعندي ميزانيه وعندي فلوس بعملها عشان اعمل مشروعات. المواطن هو ده الاستثمار الداخلي. ما انا لما المواطن اسهل له ماموريه ان هو يبني يبقى بدل ما هكون يعني خطة الدولة أن تتيح مثلا 1,500,000 وحدة في 3 سنين ولا 4، ممكن هذا العدد يبقى على الأقل مرة ونص أو ضعف إذا خليت الناس تساهم وتساعد. طيب الجزء ده عايز إيه؟ عايز مرونة، مش هحط قرارات جامدة لا تتواكب مع أجي أعمل قيد عام بالارتفاع لكل الناس هو لا يزيد عن 4 أدوار زائد الأرض. هذا قرار برضك غير منطقي، لان القرار ده لازم يعتمد عليه على دايما التخطيط العمراني ليس نصوص جامده ولكن بيتعامل مع الواقع. لذلك اتعملت مخططات استراتيجيه، ودلوقتي اعتقد ان خلال اسبوع هيوصل للمحليات وعلى مستوى الادارات الهندسيه هذه المخططات فيها بقى الارتفاعات المسموح بها الجديده، وهيفك ازمه ان انا واحد بقطعه ارض على شارع 30 متر ازاي اقول له ما تبنيش الا 4 ادوار؟ هذا لا يتفق معنا. بالاضافه الى التعديل ده جه تعديل برضك وتوجيه رئاسي ان ليه ما نشجعش الناس على ان المباني تبقى جزء منها لخدمه الاقتصاد المصري او لخدمه الناس نفسها، ولذلك أباح أو أجاز أن يكون الدور الأرضي والأول فوق الأرضي تجاري وإداري. برضك ده منطق كل دول الدنيا بتعمله خاصة في المدن وخاصة في الشوارع اللي هي أكتر من 12 متر، شوارع عريضة 15 و20 و30 دي بتعمل حركة تجارية ورواج يؤدي إلى أن انفرادة اقتصادية ويؤدي إلى زيادة دخول الناس. كان في تحفظات هتقول لي طيب واحنا هنسيب الموضوع ان اي واحد يبني على اراضي زراعيه مثلا؟ لا، غير مسموح، ولكن في قصه مهمه جدا. اذا كانت مباني ملاصقه لحيز عمراني على فكره بيتعمل ليه المخطط الاستراتيجي؟ انا قلت يعني عايز اشرح للناس المخطط الاستراتيجي ميزته انه هو هيعيد تشكيل او تحديد الكردونات العمرانيه، الكردون يعني الكردون اللي ممكن الناس تبني فيه. لما بزود هذا الكردون لاني اتعامل مع الواقع، يعني انت عارف احنا عندنا القرى معظمها ناس غلابه وفي واحد عايز يبني لابنه وبنته يقعدهم معه، النظام الشرقي بتاعنا دي. فاحنا قلنا نفرق ما بين اللي بيبني بقى ياخد ارض زراعيه كده ويروح باني فيها عماره مثلا 10 ادوار، ده كلام مش منطقي. لكن نقول له ان الحيز العمراني اذا كانت عماره اللي هتبنيها دي او بنتها داخل الكردون الجديد هنتصالح معاك، وده احد اسباب اصدار قانون الطاقه.
ولكن بعد الرجوع للجهة صاحبة الشأن وهي وزارة الزراعة. في قاعدة على فكرة مهمة جدا عايز أقولها، أني لو أنا بنيت بخرسانات على أرض زراعية، هذه الأرض أصبحت غير صالحة لأنها تزرع مرة أخرى، فأنا أعمل عليه قيمة وغرامة أستصلح بها نفس القيمة من الأرض وكده. نعم. لكن برضك ما أقدرش أسيب هذا الفكر مطلق، لا لابد أن يكون الكلام دوت يعني قائم بقاله سنين، وفي نفس الوقت دخل قريب من الحيز العمراني وافتح الكردون على هذا الأساس، ولذلك كل الأمور دي هتتضح خلال تم الانتهاء من المخططات الاستراتيجية اللي هتحدد قيود الارتفاعات وإمكانية البناء واحترام خط التنظيم. لأن خط التنظيم هو بقى اللي يمنع العشوائيات. خلينا نطلع لفصل معلومات يا دكتور وثم نستكمل حوارنا، تفضل. تابعنا مع مشاهدينا الكرام هذا الفصل المعلوماتي حول موضوع حلقتنا. نعود للدكتور مهندس اسماعيل نصر الدين، استشاري الاسكان والمشروعات القوميه. دكتور اسماعيل، لما نيجي نتكلم ان فكره العمران زي ما حضرتك قلت في البدايه تطورت، لم يعد اسكان ولا هي عمران، وكان عندنا يمكن واحده من اقدم الجامعات في العالم اللي هي التخطيط العمراني، وان تم اهمالها فتره كبيرة خلال العقود السابقة، وده وصلنا للعشوائية. عندنا طبعا عندنا مدن قديمة زي القاهرة، مدن وبورسعيد واسكندرية فيها أنواع مختلفة من العمران، وكان يجب الاستفادة من فكرة التخطيط العمراني في إعادة الحفاظ على التراث العمراني القديم وإضافة تراث عمراني جديد يتواكب، زي ما احنا بنشوف كده وسط القاهرة الخديوية زي ما بنقول عليها، و المشاريع الجديدة لتطوير هذه المناطق. كان يعني عندنا الجزء الثاني وزي ما حضرتك قلت القرى، والقرى لا يوجد فيها أي نوع من أنواع التخطيط العمراني، بنلاقي شوارع ضيقة، شوارع رايحة، شوارع جاية، في شوارع مقفولة وغيره. كيف نستثمر ما هو قديم ونعيد إصلاحه ونعيد إلى رونقه وأن يكون ده تراث حقيقي، والحفاظ على ما هو جديد، وخلينا مشكلة القرى ديت بقى نخليها يعني لوحدها. شوف اقول لك على حاجه، في حاجه مهمه جدا، وطبعا الحمد لله احنا كبلد كمصر بدانا بيها، وهي ان اصبح الان ان جميع المشروعات القوميه الخاصه بالمناطق العمرانيه الجديده دي مناطق مخططه وتخضع لقواعد التخطيط العمراني السليم، وتخضع لكل المواصفات المطلوبة لإنشاء مجتمع عمراني متكامل. نعم. ويعني أكبر دليل ومثال عليها طبعا بلا شك وهو العاصمة الإدارية الجديدة والتجمع القاهرة الجديدة. نعم. هذه المناطق
اللي الدولة بتخططها وبتوضبها دي لا غبار عليها ولا مشاكل فيها ولا يمكن أن يحدث فيها مشاكل، لأن حتى اللي بيروح يشتري أرض بيشتري الأرض ومعها الشروط البنائية الخاصة بيها، ما فيهاش أي مشكلة. عشان كده دي جزئية احنا بنبني عليها كل ما هو مستقبل. احنا بنتكلم مع الواقع اللي احنا عايشينه. طيب المدن، المدن اللي هي القديمة والمدن كلها، ولذلك بنسمي حتى لما بيجي نبني جديد يقول لك ايه، مدينة المنيا الجديدة. نعم. مدينة دمياط الجديدة، مدينة المنصورة الجديدة. ودي عشان برضك روعية فيها ان احنا نفك مشكلة التكدس اللي موجود في المحافظات وعواصم. لما اعمل عاصمة جديدة او مدينة جديدة عشان افك ازمة اما لقلة او ندرة الارض التي يمكن بناء عليها داخل الحيز القائم لهذه المحافظات، فبحل المشكلة. الهدف من كل الكلام ده ايه؟ انني الغي او امحو إمكانية ظهور عشوائيات جديدة. وحتى العشوائيات احنا شفنا الأسمرات مثلا خدت مين؟ خدت كل اللي كان في مناطق غير آمنة وغير صالحة. ده تطوير، ده اللي احنا بنقول بقى هو ده التطوير العمراني السليم. يعني نتعامل مع القديم إما بإزالة، لازم أزيله قبل ما أزيله لازم أحط البديل. أما بتطوير، وده الجزء بقى الثاني والمهم، يبقى لابد إن أنا أعمل خطة شاملة لتطوير كل المناطق القائمة. بالإضافة إلى أن أنا مش مع أن احنا نيجي نقول إيه، لا احنا الراجل ده بنى وما دام بنى غلط يلا زيل البيت. لا، أشوف إلا لو كان بيعرض حياة الناس السكان والمنطقة. هناك في شروط حطها، وده ميزة قانون 119 برضه، أن الناحية الإنشائية مهمة جدا. لو طبعا البيت سليم، لو البيت زي ما انا قلت امكانيه دخوله داخل الحيز العمراني اللي اتعمل بقى، والمخططات، ما هو بالحواز العمرانيه الجديده ما اتعملتش للناس تقعد على المكاتب، لا ده نزل على ارض الواقع وشافوا المناطق وشافوا ايه اللي يمكن ضمه وايه اللي، فاللي يمكن التصالح عليه نتصالح. يبقى ده جزء من التطوير، لان انا في بيوت كانت فيها اكثر من 20 و25 و26 شقه ما فيهاش مرافق او بتاخد مرافق خلسة، يعني كلها امور بتؤدي الى مشاكل مش مظبوط. التعامل مع الواقع مهم جدا في ظل قيود، مش قيود اقول، في ظل شروط اشتراطات نعم. تسمح باني احافظ على هذه الثروة وفي نفس الوقت تمنع من تزايدها في اي مكان اخر وتحل مشكلة قائمة. طيب احنا لو دخلنا على القرى، يعني احنا شفنا حياة كريمة كان المشروع الهدف الأساسي منه هو إصلاح حياة الناس اللي فسدت على مر العقود والإهمال والبناء الغلط، واللي أهم من كده مش ما كانش فيه مية، ما كانش فيه صرف صحي، والمية والصرف الصحي بيدخلوا على بعض، الناس بتاعية يعني ما فيش خدمات حكومية ولا غير حكومية داخل القرية. أنا في رأيي أن القيادة الرشيدة التي تجد المشكلة ثم تدرس كيف تحل المشكلة وتخطط لذلك، وأنا مش بقول أنا مش من يعني دعاة أن كل حاجة يلا تتعمل في نفس الوقت، لا مراحل. القرية المصرية مرت في الفترة الأخيرة ما شاء الله، يعني مشروع حياة كريمة ده يعني ابتدى بحاجة في منتهى الروعة، وهو تبطين جوانب الترع والمصارف الصغيرة. ده عشان ابتدي احافظ، ما انا عندي مشكله ميه، فادي اول جزء. واحسس الناس ان هذا المكان ده مكان ليه اهميه، ما يرميش فيه مخلفات. صحيح. اتعملت مداخل القرى وتوضبت، دي بتدي نوع من ارتياح النفسي والشخصي لكل سكان هذه الاهل القريه، انه لما بيجي يلاقي بلده ابتدى يبقى ليها طريق. كان زمان القريه اللي يترصف لها طريق بيعملوا افراح تستمر اسبوع، دلوقتي اصبح ده ضروره واجبه، والدوله صراحه بتقوم بهذا الدور على اكمل وجه. انا ما بقولش ان كل حاجه اتعملت، انا بقول بدينا زي ما بقول الحلول السليمه، ولا نركز في منطقه ونسيب منطقه، لا
نعمل في المناطق أو بالترتيب أو التوفيق. القرى المشكلة بتاعتها من ناحية الإسكان أو المعمار طبعا، أي قرية ما هو فيها أسرة والأسرة دي بيكبروا، والقرية الناس بتحب تبقى قاعدة في وسط غطاء وأرضها. فاتوضعت حلول أن كل حيز عمراني حيز زراعي مثلا ممكن يكون في نسبة وليكن ما يوازي ثلاث غرف وصالة ومكان، في يبقى في نفس ده وزارة الزراعة اللي بتعدل في هذه وتخلي إمكانية. طيب البيوت القائمة في القرى، القرى بطبيعة الحال الشوارع فيها ضيقة، فالتعديلات اتقالت إن الشارع اللي يبقى عرضه 8 متر يبقى عندنا أرضي ودورين، واللي 10 متر لغاية 12 متر يبقى 3 أدوار وأرضي، و 12 متر هيبقى 4 أدوار. أنا أقصد أقول القرية برضك تم يعني إعطاء فرصة للناس تقدر تعيش أو تنمي احتياجاتها داخل الحيز بتاعها. نعم. لكن برضك مع عمل مخطط، وده اللي احنا بنقوله بقى خطوط تنظيم، مش خطوط تنظيم بالطريقة يعني القديمة الشديدة القديمة، لا بطريقة ميسرة وفي نفس الوقت تساعد على حل مشكلة البناء داخل الحيز العمراني اللي جوه القرى. طيب دكتور، طبعا رأي الشارع ورصد حالة الشارع مهم جدا لدينا طبعاً. وزملائنا في الإعداد أعدوا لنا هذا التقرير بيرصد بشكل صحفي رؤية صحفية حول قانون التصالح والعودة إلى قانون 119. خلينا نشوف آراء المواطنين في هذا التقرير. لا شك أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد سيحقق توازنا في الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها من جانب، والتيسير على المواطنين من جانب آخر، كما أنه سيحد من التجاوزات على الرقعة الزراعية بشكل كبير بما يضمن الحفاظ على الأمن الغذائي المصري. في ظل توجيهات الدولة المصرية بالتيسير على المواطنين، أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق القانون 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، وهذا القانون من شأنه أن يوفر آلاف فرص العمل للمواطنين، كما أنه يحفظ الثروة العقارية، حيث أن أهم بندين في القانون هو البناء على كامل مساحة الأرض وعدم عمل الردود، وذلك يساهم في توفير مليون فرصة عمل للمواطنين في إدارة مسكن صحي ملائم للمواطنين، كما أنه يعمل على تشغيل 180 حرفة من سباكة ونجارة ومصانع طوب ومصانع اسمنت وكهرباء وصرف صحي وغيرها. هذا القانون الذي صدرت لائحته التنفيذيه، وحيث امر الرئيس بتشكيل لجنه من الاداره المحليه ومن وزاره الاسكان، ووافق على توصياتها، وكانت الثروه العقاريه معطله حتى هذا القانون. كل ذلك في ظل التيسيرات على المواطنين في الدوله المصريه، كما انه امر بالتسريع في قانون التصالح مما يوفر مليارات على الدولة المصرية في الثروة العقارية. القانون الجديد يستهدف تقنين أوضاع المخالفين في البناء والتصالح على المخالفات المحررة ضدهم، بما لا يخل بحق الدولة في منع التجاوزات والتعديات التي يجرمها القانون. التصالح فدق قائم على قانون 21. طبعا هو كده أعتقد أنه هيستمر كفكرة التصالح نفسه، علشان كل المخالفات اللي موجودة على الأرض يتم التخلص منها، وأعتقد أنه تم التخلص من معظمها بنسب كبيرة جدا جدا، عشان كده قدروا يرجعوا للقانون القديم تاني. لأنه النهاردة لو لسه في مسالب أو عيوب موجودة لقانون 21 بأن مثلا 50 أو 60% من الناس ما تصالحتش، طبعا هيبقى في دروب كبير جدا جدا بين قانونين، قانون يتلغى وقانون بنرجع له، فأنت النهاردة هتبقى واقف في حيز مش لطيف ابدا. فطبعا لا، اكيد الدوله قانونيا واستشاريا واقفه على اطر معينه عشان تكون خلصت من العيوب اللي موجوده، علشان تقدر تتحرك بفكر حر وباستناره، علشان تقدر تفتح البيبان في الدوله تاني لكل الفئات انها تشتغل. لان النهارده بناء عليه لازم مع كتر الاستهلاك ان المفروض ان اسعار الاسمنت والحديد تبتدي تنزل، لان النهارده في استهلاك عليها، مع كمان فتح طبعا الاستيراد علشان الاحتكارات الداخلية.
استراتيجية تنفذها الدولة للتخفيف عن كهر المواطنين من خلال تطبيق قانون التصالح الجديد بعد صدور اللائحة التنفيذية، حيث سيطبق على الحالات المخالفة حتى منتصف شهر أكتوبر 2023 بدلا من سبتمبر 2022 وفقا لآخر تصوير جوي. دي كانت رؤية صحفية للمتخصصين من الصحفيين في هذا المجال حول العودة لقانون 119/2008. وأعود للدكتور مهندس إسماعيل نصر الدين، استشاري الإسكان والمشروعات القومية. باشمهندس، يعني طبعا احنا بنختم حلقتنا، عندنا كذا حاجة لازم نتكلم فيهم سريعا. أرجوك فكرة التنمية المستدامة اللي بقت شعار مصر 2030، كيف نطبق ذلك على الإسكان، وأن الإسكان أو التنمية العمرانية زي ما حضرتك بتحب تطلق عليها أو هو ده المفروض نطلقه عليها، دوره في الفترة اللي جاية، ولو عندك رسالة في النهاية تحب توجهها لمين؟ طبعا التنمية العمرانية زي ما احنا بقولنا أهميتها، والتنمية المستدامة دي معناها إيه؟ معناها أن أحافظ على ما قمت بتنفيذه وما سأقوم من تنفيذه من مشروعات لخدمة المجتمعات العمرانية وخدمة قضية الإسكان في مصر كلها، بوضع ضوابط تسمح بالاستمرارية في تقديم كل ما هو يطور ويؤدي إلى نجاح العملية العمرانية بمفهومها الشامل زي ما شرحنا. أنا رأيي أن وضع ضوابط كثيرة جدا، ولكن وقت الحلقة لا يسمح، ولكن عايز أشير إلى نقطة هامة جدا. التنمية المستدامة أنا بعتبر جزء منها أن نحافظ على ما هو قائم بشكل جدي ونحط له خطط تطوير وصيانة هامة. وخاصة مثلا لابد أن يكون عندي لجنة لمراجعة حالة الإنشائية للعقارات القائمة اللي مبنية بقى لها 50 و60 سنة، عشان أشوف هذا المبنى أو هذا المكان محتاج للتطوير إزاي، محتاج للتدعيم، محتاج للتنكيس، ما استناش لغاية ما البيت يقع، لا أنا اللي بادر، أنا كدولة أعمل هيئة أو جهاز شغلته أن يتابع، وده هيوفر كتير جدا من ثروة عقارية ويحافظ عليها وعلى أرواح الناس. نمرة 3، أنا رأيي أن التعديلات اللي تمت في قانون التصالح وتم الانتهاء منها بتؤدي في النهاية إلى علاج مشكلة عويصة كانت موجودة، وهي التعامل مع بعض مخالفات، وأنا بقول بعض مش كل، بعض مخالفات البناء التي يمكن التعامل عليها طبقا لما ورد في مشروع القانون. ده كله هدفه إيه في النهاية؟ على فكرة تنمية اقتصادية وتنمية عمرانية وتنمية مجتمعية وتنمية لكل نواحي الحياة، خاصة أن هذا الجزء من الاقتصاد وهو البناء والإسكان والإعمار والتعمير بيمثل جزء كبير جدا من الهيكل الاقتصادي والثروة المصرية. نعم، أنا بشكرك دكتور مهندس إسماعيل نصر الدين، استشاري الإسكان والمشروعات القومية، شكرا جزيلا لوجودك معنا النهاردة. الله يخليك، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، في نهاية الحلقة الشكر موصول لحضراتكم، مع تحيات فريق عمل هذه الحلقة وتحيات حسام الدين عاطف. إلى اللقاء.